السلام عليكم. لازم اقول لكم كلام مهم مره، اتوقع من صوتي واضح. اللي شاف مقطع رايد الاخير طلع غدره يا اخوان، وان الان حاب اعلن لكم ان الجميع مسدوح وتعبان. ما ندري هل الكل في كورونا ولا الانفلونزا عاديه، ولكن انا بالنسبه لي والله ما اقدر ابث ولا اصور ولا اسوي اي شيء، حرفيا طاقه منتهيه. لا تحرمونا من دعائكم يا اخوان، الله يعطيكم العافيه. ممكن ما اكون اقدر ابث، ولكن مستحيل اقصر معاكم في مقاطع اليوتيوب. فاليوم مقطع دسم زي ما انتم شايفين، وباذن الله الاحد مقطع والاربعاء مقطع، وبنستمر على الجدول، ولكن اعذروني شوي من ناحيه البثوث. الله يسعدكم. حاب اذكركم ان قبل اسبوع تكلمت عن متجر اب جاليري اللي قاعده تصير فيه تخفيضات مرعبه، والناس اللي تحب ببجي موبايل مضبطينكم تخفيضات الى 60% تطبيق هواوي اب جاليري. وزي ما انتم عارفين مو فقط على هواوي، اي جوال اندرويد تقدر تحمل من خلال المتجر، والتخفيضات على كل شيء، وببجي مخصصينها لكم المره هذه. واذا شحنت بقيمه 3 دولار تاخذ 60% خصم، و5 دولار تاخذ 50% خصم. وفوق هذا كله تحسبوني نسيت، انا وعدتكم جوائز الناس في التطبيق، فراح تطلع لكم اكواد يا اخوان على الشاشه، صورها وحطها في خانه نقاط هواوي. اذا دخلت على حسابك راح تلقى شيء مكتوب فيه الدفع والمشتريات ثم النقاط هواوي، وتحط الكود وعليك بالعافيه. اذا نشرت العرض اللي موجود مع اخوياك وحملوا اثنين تاخذ دولار مجانا، كل ما تجيب كل ما تاخذ، ممتازه. رابط المتجر يا اخوان تحت، تستفيدوا من العروض اللي عليه. والله يسعدكم، واعذرونا اذا صوتي كان تعبان شوي. شاهدوا ممتع المقطع، ولا تنسوا مسلسلاتكم ومفرحاتكم. مقطع دسم. شيخ فرتول السلام عليكم. حياك الله يا استاذ الشيخ ابو سوس. كم الساعه الان؟ 22. طيب خلنا نقول انزل تغريد ان شاء الله عاد الناس تفهم، اللي ما اقدر اكتب بشكل علني. 9:35 ابغى مجون الحين؟ لا 9:35 عشان ما حد يجي بدري، يتجمعون يدخلون مع بعض عاد اذا كان اصلا مجمعين. انا ما ادري بالضبط صراحه، والله ما ادري كم واحد بيجي ومين بيجي بالضبط، لكن ما احنا بطمعين. طيب تجمعوا جروب اب سريع. في حال مستقبلا انه طلبنا اجتماع لنفس المجموعه هذه، سواء انت وعصابتك او زعيمك ايا كان، وصل الكلام هذا بشكل عام. في حال انها نزلت تغريده بتويتر، التغريده مضمونها حرفين او كلمتين اللي هي كي، اذا نزلت تلقائيا ادخل موجه 100.100. الان بنغير الموجه مره ثانيه عشان نضمن ان ما حد سمعنا، الى 100.100. مستقبلا شفت التغريده هذه انزلت، اعرف ان في علم صاير، يا اما تهريب من سجن، يا اما تهريب من مستشفى، يا اما تهريب من زنزانه، يا اما فايت، يا اما انقاذ. شفت التغريده هذه اعرف ان في علم صار، ويحتاج تدخل سريع من مجموعتك منك، ادخل الموجه نفسها 100.100 وسجل دخولك باسمك او باسم عصابتك. واضح هذا الشيء الاول؟ للناس اللي ما ادري ايش قاعد يصير وتحسب ان هذا سيناريو زي اول، لا عزيزي المشاهد، اللي قاعد تشوفه قدامك هذا كله ناس ارتجاليه بالسيرفر، سواء كان معي او قدامي تلقاه يبث ويصنع محتوى نفسي نفسه، ولكن اخر الايام صارت شخصنه غير طبيعيه بالسيرفر والبثوث المباشره، واللي يتابعون البثوث يعرفون ايش صاير. مالكم بالطويله وان شاء الله تفهمون كل شيء في مقطع اليوم. قررت اني اخطف رتبه عليا واعدمها، فجاه الداخليه كلها قرروا يعدموني اعدام كلي، وتنتهي شخصيتي بجراند. فاللي بتشوفونه الان هذا قبل 3 ايام، وبعدها راح تشوفون تجمع السيرفر كله من مواطنين ضد العساكر، واجمل ما في الموضوع ان كل شيء ارتجالي، فما تقدر تتوقع ايش اللي ممكن يصير. وقف المقطع، جيب مسلياتك ومفرحاتك واستمتع، ولا تحرم لما ضغطك على زر اللايك. مشاهده ممتعه. اسمع عندي عندي شيء جديد. اسمع ابغاها، ما حد يشك فيني، ما حد يشك، ما حد يشك. ولا حركة ولا حركة ولا حركة. سي فور على السيارة، سي فور على السيارة. امشي قدامي، امشي قدامي، امشي قدامي، امشي قدامي، امشي قدامي، امشي قدامي، امشي قدامي. لا تبلغ، لا تبلغ ولا تسوي شيء. امشي 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 طبيعي، امشي طبيعي، امشي 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 امشي. سيد سيد لا تبلغ. سيد 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 يا ليون، مسكنا واحد، ها مسكنا واحد جيتار. سيد 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 سيد. والله لا فجره، والله لا فجره، والله 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 لا فجره. يلا يلا وين في عيال؟ ان مت انت معدم، ان مت تراك ميت. روح يمين، روح يمين، روح يمين، روح يمين وهد، خليك حولي. روح يمين، روح يمين. ابو سوسو اسمعني، تكلم يا عسكري تكلم. من انت؟ فرتول اسمعني. يمين 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 الله بطنك. يمين سيفور وين؟ هذا هو. شوف قدم، وقف قدم، وقف وقف وقف. انزل 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 له، انزل بنفجر بنفجر. انزل له، انزل له. لا تبلغ، ارفع يدك، ارفع يدك، ارفع يدك، ارفع يدك، ارفع يدك. دخله دخله سريع. جايينك، ها جايين جايين ساندي حاليا.
انت اقصد كنت انا ابو حربي. وش ابو حربي ذي؟ ايش اسمك اجل؟ شكلك ذيبان انت. ايش اسمك اليوم؟ اسمي طه. طه عبد الغني. مسوي كل ذا المصايب انت ذا السهوله؟ حسب ان الموضوع بس تجار. اقسم بالله تجار، اقسم بالله تجار، والله ان تجار قاعدين يراقبونا. طيب اسمع ليو 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 ليو، العساكر يراقبونا ويحسبونا ما ندري. تمام ركز معي زين، هم الان يعرفون مكاني وين بالضبط. شفت الخطه؟ حلوين. صبر صبر. بس حسيت انه حد في مكانك بسرعه. انا بساندي، انا بساندي بصلح. بصلح بس بصلح. ابغاك تبوش بس بتاكد بس يا ابوي عشان ما اطيح. طيب الان 80% في بلاغ على موتر. بنبدل الموتر. تمام بنبدل الموتر. والله انه صوت هيلي، اقسم بالله انه في هيلي فوقنا. ها وانا احلف لك في هيلي، في هيلي قاعد تراقبها من اليوم. تمام وضعنا مطروح. ارجع الموتر، ارجع الموتر، ارجع الموتر، ارجع الموتر، ارجع الموتر. طلع. لا 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 اركب اركب احنا مكشوفين. اركب سترايبر بسرعه. اركب 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 بسرعه. اركب يلا يلا. ها اركب 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 بسرعه. خربته. طيب ليون شفت 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 الصقار الان هم مسوين صقر على صقر، لكن اقسم بالله اني داري ان هذا بيصير. والله اني ادري انهم بيطلعوني حتى لو سجل خروج الحين. لا لا عادي 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 عادي، مو مشكله مو مشكله مو مشكله مو مشكله. كلهم شافونا حسجل خروج. مو مشكله مو مشكله عادي 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 مره مره. روق ابيكم تروقون بس. تمام نمشي نفس الخطه بس. ها شكلهم غير مناسبين الحين. الان الان بساندي انتظر بس الجو يعتم شوي. شوف ظلها شوف ظلها شوف ظلها شوف ظلها شوف ظلها. والله اني قايل لك، والله اني قايل لك. شوف 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 سوي مدو. خله 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 خله. ياب 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 تاكي بوش. ياب 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 ياب. طيب 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 ما عليه ما عليه. نفس كل شيء نفس ما توقعت. خلوكم تمام خلوكم تمام خلوكم تمام. نفس ما اتفقنا. كل شيء نفس ما هو، كل شيء نفس ما هو. لا عاد يغير شيء. اللي بالموجه ساكتين. كل شيء نفس ما هو بالضبط. تكفى يا ابو زوزو كملها. ما عليك ما عليك ما عليك ما عليك. ابعد ياب ياب خلاص درنا احنا قفطناهم. ما عليك الامور طيبه الامور طيبه. اتوقع كل مره بتمشي معك يعني. ياب كل مره بتمشي معي. شوف اسالك بالله اسمع. لا لا خله يتكلم خله يتكلم. اسالك بالله انت متوقع انت متوقع اني انا ما ادري ان 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 بيطلعونا من تحت الارض؟ متوقع اني ما ادري ان بيجيبون هيلي؟ ما ادري انهم بيجيبون ده. متوقع والله اني متوقع والله. وادري اني لو اروح لوس الان كنت بشيلهم كفراتي، فمو بروح من لوس اكيد طبعا. هذا شيء معروف. لو اني مجنون مستحيل اروح من لوس مستحيل. بروح من ساندي شو. لكن والله العظيم لتعبكم وانا احلف بالله. خله يقفل بيده ورجله، خله يسبق بيده ورجله. بس اذا تندنا هذه كارثه ثانيه يعني. هذه ما حسبت حسابها. مشكله مشكله مشكله. اي لكن الحمد لله الان الان هذا لازم اهدي شوي واركز. قفل لي فمك. حط صلحة فمك حط صلحة فمك حط صلحة فمك حط صلحة فمك. ابعد ابعد. الله اكبر. والله المنظر والله المنظر مرعب اقسم بالله. ابعد يا عدو الله. تكفى ركز اني كبرت. وينكم فيه الحين؟ ما عليك ما عليك نفس الخطه. الى الان الامور تمام ما دام معانا الامور تمام. يما يا عيال. لا 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 كثير كذا. والله لا اطلق. اسمع قسما بالله لو تلحمون كذا اني لا اذبحه. ابغى مكان علمتك انا اعطيتك العلم انا اقسم بالله لا اذبحه. اسمع قدر ان رتبة عاليه معاي. اسمع 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 قدر ان رتبة عاليه معاي ولا تلحم. لا علمتك انا قدر ان رتبة عاليه معاي ولا تلحم. علمتك. جاهز سيفراتك؟ طيب يبغانا تقريبا دقيقتين. احد يتكلم العموم يكون بموقعه. اذا ما نجحت الخطه الاولى الخطه الثانيه موجوده. اذا ما نجحت الخطه الثانيه الخطه هذا. اوكي طيب هذا قاعد يلحم. طيب طيب بخرش لهم شوي. تمام بخرش لهم شوي بخرش لهم. لا 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 سوي سوي زي اللي اسوي بالضبط. بننزل الان. ترفع سلاحك. تمام على راسه. سلاحك على راسه ما ينزل. بتنزل وسلاحك على راسه وكراوتش. تمام اسمع ما احس انها فكره كويسه. ما عليك ما عليك ما عليك. بنخشهم بالسياره بنخشهم بالسياره انا جنبه. لا 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 هم يبغون يستزحفون انا استزحف معاهم. طيب طيب بتلحمون صح؟ بتسوي حركات بالسياره. طيب ممتاز. ابو حربي والله الموضوع اني اخوف. شوف كم درعه. ما عليك ما عليك ما عليك. تكفى اقسم بالله. طيب ما عليك. صاملين صح؟ ارفع سلاحك على طول عليه. تمام؟ سلاحك كله عليه. اي نزل 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 وتحرك توقف. قسما بالله لا افجر. والله لا افجر. والله والله لا افجر. هي لو لو نموت كلنا. شني حلفت بالله. خليك 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 بالمكان خليك بالمكان. والله لا افجر. حلفت بالله وانا حلفت بالله ما بعد الله شيء. ان قعدت تلحم فينا كذا والله لا افجر. اسمعني
لا تلحقنا على الصلاة والسلام بلغتك انا لا تلحقنا لا تلحقنا بنتفاوض أبعطيك موقع تفاوض والله العظيم الموقع مراقب وفي ناس الان متمركزين لو تسوي حركه من راسك تعال خذ مكبر ما راح اخذ مكبر علمتك انا علمتك لا تلحقنا لا حد يقرب لا تقربون لا تقرب من الموقع مره لا تقربون تسمعني انت ولا ما تسمعني وقف 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 النبي يقول لا جيب 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 لا الله سلام جيب جيب لي جيب لي جيب لي جيب لي جيب لي سريع جيب لي سريع جيب لي بيشيلوني ثبت اركض اركض اقرب ان شاء الله ما يجيك شيء لك الامان التام ارفع السلاح وقف لا تتحرك لا تتحرك ارفع السلاح يا عبد العزيز اركض يا عبد العزيز لا يلحق العسكر شيء يا عبد العزيز انا بلغتك لو سويت شيء انا افجر والله افجر والله انا حلفت بالله اني افجر طلع النبي يا استاذ يبوي يقول لا اله الا الله انتبه تكفى كل ثقه ابوي شباب ابوي يا رب جايك 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 جاهز انا جاهز يا عمري فيلي فيلي ها فيلي 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 تبن 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 بسرعة اسمع عليك مالك 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 يا عمري هجرتها اركب اركب سرعه 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 اللي بعده مستعبر كل واحد فوق البيوت الان كلكم فوق البيوت يا حقين بوينت كلكم فوق البيوت سنايبر بسرعه دس تكفى تكفى ارتفع 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 فوق ارتفع فوق ارتفع فوق بسرعه فوق فوق مره فوق مره فوق 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 الكل اللي في البيوت كل اللي في البيوت كل واحد سايبر بيده اي اللي تروح جهه ثانيه يفجروها على طول على طول تفجير على طول هدي طبيت طبيت برشوت تبن 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 الشيء الثاني بعد شوي جاتكم المهمه ما ابغى اي واحد فيكم يسوي شيء انا ما قلته مهما كان سواء طلق نار سواء خط لا تحرش بالعساكر لا تتمركز بمكان بدون ما نقول لكم لا تسوي شيء منك امشي على الشيء اللي انا اقوله اليوم عندنا مهمتين الجائزه راح تكون 1,500,000 الجميع اللي موجودين هنا راح يجيكم حقكم ان شاء الله ركزوا معي الان ما ابغى اسئله ابي اخلص راح نتوزع بشكل طبيعي على القسم كامل بمشطه في حالنا في عساكر داخل ما راح نطلق النار عليهم راح نجبرهم يطلعون راح تقول له بشكل واضح اطلع برا المركز استلع على راسك المركز محاصر من اكثر من 15 شخص في حالنا طلع راح تتوزعون على البيبان بوزعكم انا الان ذلوشت راح تمسكون الدور الارضي كامل من جهه القبو انتم مسؤولين عنه المونت راح تمسكون الدور اللي فيه السطح من الدرجين هذه مسؤوليتكم فيصل عباس ومجموعتك راح تمسكون الدور الاول اللي فيه تسجيل الدخول وفيه المكاتب تتوزعون على الثلاث ابواب كامله الباب اللي في الشرق واللي في الجنوب واللي في الشمال او عفوا اللي في الغرب واللي في الجنوب تمسكون البيبان هذه كلها راح ادخل المكتب وراح ابحث انا وفرتولو وايضا معانا لا اله الا الله ابو لذعه على احد الملفات الهامه اذا حصلناها طلعنا من ذا المكان وراح اطلب من الرتبه العليا اللي اللي اللي, اللي مباشر تتوجه لي عشان تسلمني فخور ما سلموني فخور نشوف عاد شو ركبوا موتركم الان بنروح لوس نمشط على عسكري عشان طيب نبي نوحد لون موتر ابو يوسف غالبا كلنا اسود فنفس اللون خطة سفرية لكن ما راح اطلق النار ما احد قال له دهم مو بعن سفرية لكن خطة انتحارية لو دروا انك ابو سوسو ترى عشان كذا انا اقول لك اليوم يا بعدم يا بنعدم لا تتكلم بعدين ترى يعني وصلهم علم في ثاني راح اغير لبسي الان انا اسمع اجل جهاد موجود ما ادري لكن الاهم من حن شفت اللي دول الحمير اللي جمعينهم في حريقه لكن حن هم ما عليك صادق والله ان شاء الله ما عاد في حريقه ان شاء الله طيب مش طولوس دورونا على عسكري نحتاج طيب انا قلت لك عايز مستجد يعني ولا لا مستجد يفضل انه مو مستجد مو مهم وان كانوا اكثر من عسكري برضو افضل وافضل فخور ماخذ اجازه ماخذ اجازه طيب اكلمك بعدين في فوردين دخلت طيب اوكي في فوردين دخلت القسم مردهم يطلعون تمام فوردين وتشارجر حلو في هيلي بعد طيب الان بيطلعون احتمال يطلعون ثلاثه ورا بعض الزبده نحن بنفوكس واحد اذا قدرنا اذا شفناهم ملحمين خلاص بننسحب غالبا بيرجعون مجوهرات الكول كله عندك يا ابو اي خلاص عندي انا اي عندي انا عندي ترى القسم مليان عساكر اوكي في تشارجر بتطلع الان جهزوا طلعت الشارجر
طلعت الهدف ورا الشارجر في فور. اوكي يلا ورا الشارجر اصبر. عد الحديقه عد 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 لا يرجع لا يرجع لا يرجع سيده سيده منه سيده بسرعه بسرعه ما عاد فيك لازم تحدونا عطل 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 يا عمري صار عليك انزل 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 ارفع يدك ارفع شو دخلوا بالجي دخلوا بالجي دخلوا بالجي دخلوا بالجي خلاص الكل 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 يركب شارج لا حد ينادي اسماء لا حد يقول شيء اسخد ايش كان منه انقزوا اسخد ايش كان منه يلا بنقز انتبهوا من اسماء صلحوا عبي بنزين ها يلا يلا الان بيجون عساكر خلوكم بعيد وركزوا في الكلام اللي بقوله بس خليني بس الداش كام منه بسم الله الرحمن الرحيم شلت الداش كام منه يا اخوان وش سويت انا مسكين لا لا ان شاء الله مسكين خليكم معانا يسجل خروجك لا 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 انا اقول لك انا اقول لك مهدي خروجك بلقت دسبوسه قبل تربها بازي 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 بسوسه مالك الان بننزل نقول نغير الواتر ولا سووا اللي تبون لكن ابغى هولد على الراديو لين ما اضبط الخطه براسي قاعد اطبخها ثواني ارفع السلاح انا بغطيك برا يا ابو سوسه سجل سجل سجلت؟ اي لا ارفع بشوف عددنا كم تعالوا ابو مشعل اركب معنا في الجي ها في الوانيت تقولوا غيرنا المود اسمعني ايه 100 200 العسكري معك اوكي ايه طيب انا في جبال اذا تبي عطى واحد من اللي تعرفهم احنا ب 100 200 يلا طيب يلا خلينا نسحب بسرعه عشان نشوفنا عسكري ها طيب اللي بيصير كالاتي الان ركزوا معي زين نروح نداهم القسم وبنقفل نفس التوزيع اللي وزعتكم اياها كلنا نداهم من الباب الامامي كلنا بنطلع العساكر مع بعض العسكري اللي يقاوم ما راح نطلق عليه عددنا كبير وهو برضه مهروض ما طلق لكن اذا اطلق النار العسكري وشاف عدد كبير بادل الطلق فقط اذا اطلق واحنا عددنا كبير اسقطه غير كذا لا ممتاز الان راح تمشون معي كلنا نفس الموكب نصفط مواترنا قدام الباب احتاج شخص واحد بس برا يكون على الفره مين واحد بس لو يكون حاله راعي الهلي راعي الهلي انت راعي الهلي انت يلا خلوكم وراي ما نبغى عشوائية اسحبوا على الجي تي ارات نداهم مع بعض خليك وراي يا راعي السولكن وخليك مرتفع راعي الهلي مرة عشان ما يسمعونك اسمع اسمع وننزل سلاحنا بعد طيب يا فرتولة سبقنا المكان طيب ضروركم كويس انتوا كم ترى ولا هدوء الراديو اذا وصلنا هناك ابو هدوء يا جماعة اللي من ابو سوسو مرة هدوء اللي عنده بلاغ مهم طلق نار كل في عسكري بتحصلون ناس بالزنزانات ارفعوا السلاح وطلعوهم كل واحد يمشي معاه اثنين لا يدخل الحالة أدري المهمة هذه ممكن تكون غريبة عندكم عادي عادي ما أبغى بلاغات عادي روقوا ناخذ الأوراق ونطلع روقوا عددنا كبير إذا شابنا مع بعض ما راح يقاوم راح ننزل العموم وضعية كراوتش نداهم مع بعض تبينا ندخل مع الباب الخلف الباب الأمامي كلنا يلا هدوا معي هدوا معي هدوا معي يلا معي خلوكم معي خلوكم معي اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع برا بسرعه اطلع 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 ولا تعال تعال ارفع يدك ارفع يدك ارفع 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 كلبش كلبش العسكري كلبش العسكري كلبش 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 اطلع كل واحد يروح مكانه كل واحد يمشط مكانه هولد هولد الراديو كل واحد يروح المكان اللي وزعت اياه الان اللي مسك العربسي العسكري كلبشه امسكوا السطح اللي اعطيتكم اياه ذلوش تمسكوا الدور الارضي الان بسرعه اللي عنده عسكري يبلغ الان اتوقع مسكر الدسباتش حقهم واحد يجي معي عند خدره العساكر يا عيال ممتاز ممتاز خلاص العموم توزع على البيبان العموم توزع في خمسة عساكر مجان التدريب والخزنة حقت العساكر كلير كلها طيب ابو لولو توجه لي ابو لولو انت وابو مشعل عند الباب البارك في سبع ساكن سبع ساكن ندهم مع بعض ندهم مع بعض تعال تعال مع بعض مع بعض قفلي البوابه سريع عشان من برا ندهم من برا تعال 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 صار صار وينك 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 ابو سوسو جيت من طلق من طلق من طلق خلاص ارجع 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 نخش مع بعض نخش مع بعض فوق ولا وين فوق ولا وين هدو اللي وزعته على البيبان يمسك الباب زي ما قلت له يا جماعه يا اخي راع عسكري خلاص هولد 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 العموم هولد العموم هولد لا تطلق الا اذا طلق عليك العسكري مسكتوا البيبان كلها
ممتاز. كل واحد توزع على مكانه. من فوق من فوق يا كاميرا من فوق. طيب راح تفوض معهم راح تفوض معهم راح تفوض معهم. وين وين جهاد الأطرش وينه وينه؟ بالاستقبال بالاستقبال. يا الهول ثواني. ربس ربس قيدونك قيدونك قيدونك. يا عسكري معانا رهائن معانا رهائن. معانا رهائن. قال في عسكري فوق. أنا راح أبش فوق أبي واحد. بالسطح. لا بالسطح خلهم بالسطح عادي ما نبي ما نبي سطح ما نبي سطح ما نبي ما نبي. بس أهم شيء لا ينزل علينا. طيب جيبوا العسكري اللي معكم جيبوا العسكري اللي معكم جيبوا. سريع بالنص. طيب بس مره ثانيه على توزيع الاماكن عشان ما تصير مداهمه. الدور الارضي مسكتوه ذا لوست ممتاز. الدور العلوي مسكتوه يا دول الموند مسكتوه الدور العلوي ممتاز. الدور اللي في الوسط غطيتوا المداخل كلها الباب الشرقي والغربي والجنوبي. في باب قدامي ما حد ماسكه. ممتاز. راح اطلع الان انا ومعي ابو لولو وابو ميمي بنتفاوض معاهم الان. ابو لدع مسقط راح نطلب منهم يجيبونه هذا شيء. شيء ثاني ابو مشعل تعالي الباب الامامي انت و... انا قدامك قدامك انت ايوه يا سلام عليك. وابغى برضو زياده على ذلك فيصل تعال معي ثلاثه عند الباب الامامي. كلكم سلاحكم على راس الشخص اللي معي كلكم. يا المفاوض يتقدم يا مواطن فوضكم يتقدم. ما راح اتقدم انت تدخل عندي. قدم عشان نسمعك يا مواطن. طلع الميكروفون يا ابو. ما راح اتقدم المفاوض يقرب عندي. يفهمها غلط يفهمها غلط يا المفاوض يجيني. ما راح اتقدم. بسم الله ابدا كلامي. المبنى فيه اكثر من 15 شخص 15 شخص موزعين على القسم كامل جميع المخارج فوق تحت يمين يسار كل زاويه بالقسم فيها شخص. فإذا حاولت تدخل راح يموت الشخص اللي قدامك. بتقول بحرر بقول لك الله يوفق. لكن نرجع باك لمدة 20 دقيقة ورا نتذكرنا في عسكري مخطوف. عندنا اثنين وهو بواحد. تبغاه يموت قدامك. شوف هذا هو قدامك. دخل داخل الثاني دخل داخل دخل داخل الثاني على ركبتك دخل داخل على ركبتك. ممتاز. راح يكون سلمي يا مواطن. على ما يبدو لي انه ما راح يكون سلمي لكن راح امشي معاك واشوف النهايه وين بنوصل له. اللي يحتاجه منك كالاتي الان. اي وحده من الوحدات عندك على المبنى هذا تطلع منه سواء فوق او تحت. في حال نرفع السلاح راح نطلق مباشره راح نطلق مباشره راح اتفاوض معاك. لكن قبلها راح تذكر لي اسمك وكودك ورتبتك. انا احتاج شخص معين. في حال انك مت هذا الشخص ما راح اضيع وقتي معك. ممتاز ممتاز. معك الستاف سارجنت في 11 سعيد ابو عكفه. غير صحيح. استاف سارجنت ما ابغى. جيب لي رتبه عالي. جيب لي اعلى رتبه عندك. كلامي واضح. خلاص مجرم تكرر الخطا. قفلوه قفلوه. ركتي 1 عبد العزيز بن عبد الله ساسب كيف. مرحبا يا عبد العزيز. ما اسمعك يا مرحبا ومسهلا. اسمعني اسمعك الان. صحيح جميل. اتفاوض معاك لكن قبلها بعيد النقطه اللي عدتها قبل شوي وما سويتوها. اي عسكري عند اي بوابه لا اشوفه رافع سلاحه. في مستجد على البوابه اللي جهه اليسار جهه الجنوب. اتمنى تعطونا بلاغ انه يبعد من البوابه بشكل كامل. والعساكر اللي بالسطح لا يحاولون يفتحون الباب. تبدا تبعد عن الموقع اللي انت فيه مباشره اللي عند البوابه الجنوبيه. انصرف الموقع. طيب الله يعافيك. نقولك منا ان ما نقترب من اي بوابه انت مسيطر عليها مباشره. جميل. بوابات اللي انت مسيطر عليها. جميل. بوابات اللي انت مقترب منها يا اخ مجرم احنا مقربينها ان شاء الله نهائيا. ممتاز. انا بكون فقط من الخارج ولكن نحتاج منك اول شيء انك تهدي من روعك والامور ان شاء الله كلها تصير طيبه. طيب بنتفاوض معك ان شاء الله على الرهائن اللي عندك. راح تفاوض معك تطلع بدون واحد احد والامور كلها طيبه. ممتاز ممتاز. لكن عندي انا اشياء ثانيه راح اشرح لك. عندي تفضل. طيب حاصل العسكري والله اخي مجرم احتاج منك بادره وبتشوف مني بادره اخرى تثبت ان التفاوض فينا عندنا بيكون سلمي. عندنا احد الاشخاص مسقط. اي نعم. سلمنا اياه مقابل احنا نسلمك عسكري من العساكر اللي عندنا. قول ادعه. صحيح. ولا كذلك. طلع العسكري ودخل لك الرهين الان. احتاج اشوفه قدامي. هذا قول ادعه قرب يا سعيد ما شفه. غير صحيح. يتعالج ويرجع زي ما كان. تستلم خويك ولا تبغى خويك يجيك زي خوينا؟ ايضا لك كذلك. ممتاز. هذه بادره طيبه. واحده شعبيه. طب نستكمل التفاوض. يعالجونا عندنا هنا. نستكمل التفاوض في حال نجا. ممتاز. ولا كذلك يا اخي مجرم. افسخ الدشكامات من جميع العساكر في حال انهم رابطين الدشكامات. اللمبي اللي اعطيتك اياه بغرفه استراحه افسخ منه. ولا هذا اللي سجل خروج اصلا من سان. طخ ماسكك. دشكام افسخ. خلاص فسخته. الله يهم صوات سلاح ثقيله مشكله بعدين اطلق نار. طيب راح نسلمهم العسكري اللي فوق. ما راح نسلمهم اللي بيدي الحين. اصبر. كبادره خير من جهتنا. لا حيطلع احد من السجن. كفاتحه بدايه جيده ولبدايه اليئه اللي يعني السلم وان شاء الله ان فاتحه خير باذن واحد احد علينا وعليكم. هذا خويكم بلدعه وقدامكم.
جميل. سلمونا وداحم. خل ابو لدع يوقف. ابو لدع يجيكم ان شاء الله. ذكرنا في عشق ثاني. طيب قوم من الله يعافيك. جا ابو داحم عندك يقومون اثنينهم يطلعون في نفس الوقت. يكون خويكم من العسكريين. ممتاز. هذا اللي عندي قومته. قوم اللي عندك. قوم يا ابو. يا رجال خلهم يسجنونه. اطلع يا ابو داحم. اصبر ارجع. قدم يا عسكري. قدم يا ابو داحم. رفع السلاح. يلا. ادخل يا ابو لدع. ابو لدع ورطت مسكين. ممتاز. تعال عندي يا ابو لدع. تعال. ممتاز. راح اتاكد من صحه خوينا وراح ارجع لك بعد دقيقتين. الرهين الثاني راح احطه قدام الباب. كلمت الشخص قال انه يوم خطف جهاد قال ان الملف حقه في بوكس اسود في خلاص الاول. ممتاز. خلاص بدور امه الحين. بدور امه. بوكس اسود. جيب لي جيب لي جيب لي جيب لي جيب لي جيب لي العسكري يفتح لي الغرفه اللي عندي. طيب جايبه تشري. يلا ترى يا عيال اللي كان ماسك الباب اللي جنب الكافي يرجع يمسكه. احد يخلي مكانه فاضي. اللمبي امسكه. لا تعب خليك ماسك. لا تخلون مكان فاضي. واللي كانوا بالاستقبال يرجعون. وينك يا راعي المنتشري؟ جيبه فوق عند المكتب. انا ها وينك انت؟ عند المكتب فوق. يلا طلعت راعي. الله يفتح لي ذا الباب وابعدوا منه. ابعد. الله يفتح. بوكس اسود. كيف اطلع بوكس اسود؟ هذه الملفات هنا. اي بس ما فيها بوكس اسود يقول. يمكن صندوق اسود. درج. انا بتاكد. ترى في فوق. انا اطلع فوق. طلعوا فوق معي. طلعوا فوق معي. لقيته. قاعد ادور حاليا بوكس اسود. غرفة التحقيقات. عرفت غرفة التحقيقات اللي تحت. اللي تحت بتاكد فوق ثم نزل تحت. ثواني. تبع حق. ايش كذا؟ عندكم العسكري يا اخوان. العسكري. عنده جوا جوا. جيبه. فك الباب ذا. جيبه جيبه. جيبه. فك فك الباب. امش معنا امش معنا. فك. انا امسك المفتاح منك. ايوه في يمين غرفه دخلتوها هذه. تعال هذه هذه غرفه. حبه 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 حبه. هذه غرفه الادله. بتاكد. لا افتح لي ذا. افتح لي الباب ذا. خلي اللي في الهيلي يطيح. اللي بالهيلي تسمعني؟ سمعك سمعك. امورك طيبه؟ اموري طيبه. ممتاز ممتاز. خليك كمل مشت. حاول تحصل عددهم. حاول تجيب عددهم. حاصل عددهم. انا شفته ابو سوس وين مكنهم كل شيء. يلا يلا يا مصاحبي المستشفى بعلمك يا. طيب جيبوا العسكري فوق. جيبوا وروحوا الغرفه الاخيره. الدور الاول. هو بالدور الاول. ثواني ثواني. هنا 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 حقت البوليس شيف ذي. البوليس شيف. اي والله صح ما رحنا لها. شيف مكتبه مو ورانا. خليه يفتح الباب. خليه يفتح باب البوليس شيف. انا ما ادري هل هو انا اخذه من الذا ولا ايش الوضع يصير. عيونك يديك يا ابو سوسو. ابو سوسو اول ما تطلع من درج على غرفه الاسلحه حقتهم. عندي 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 حاجه عندي حاجه عندي حاجه. اطلعوا. طيب داونا ما يمدينا ناخذ. باقي في باب. في باب ما انفتح. في باب. خلني 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 بحرق احتياطا. ابحرق احتياطا. هوية هوية. دي 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 دي. احرق واخر 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 من الغرفه. ابعد ابعد ابعد. اطلع 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 اطلع. خلاص اطلعوا. طيب لابسك يا ابو سوسو نحرق. سكك الباب. اطلق انت. اي 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 اي. تأكد تأكد منه. تعال جيبوا لي جيبوا لي العسكري بس يفتح لي ذا الباب يمكن انها داخل. بحرق ذي بعد احتياطا. خلاص اطلعوا. حركت كل الغرف التحقيقات. حلو حلو. ارجعوا الحين راح نكمل تفاوض معهم. السلام عليكم اخي المجرم. هذا شخص مسقط عسكري اضافي. لا حول ولا قوة الا بالله. وشيكنا عليه باقي فيه نفس. الحقوا عليه. قذرين. تبقى شخص اخر في الداخل. عددهم كبير. اعطوني بس 20 ثانية افكر بخطة الى دقيقة واجيكم. خطة الهروب والله ما حسبت حسابها لانه كان ببالي ان عددهم ما بيكون مرة كبير بس الحين عددهم مرة كبير. الان انا عندهم في الباب الامامي. ابغى شخص واحد معي بس واحد. جايك انا جايك. خلاص تعال معي. راح اتفاوض معهم قدام. بشر طلعت بشيء. لا والله صدق. المفاوض وينه؟ يا مرحبا. الان بدينا نوصل للمرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة التفاوض. وكل شيء ماشي سليم. جميل. هذا انا قدامك ان شاء الله والامور كلها باذن الله تصير طيبة. ممتاز. طيب. الله يزيل احوالك يا ابن واحد. جاء عسكري قام من النوم عندنا. كويس كويس. شله 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 شله. يا سلام. طيب. يا سلام يا سلام. عندي لك خبر سيء لك وجيد لي. اوصل معك معك انا. القينا القبض على عسكري اخر. صار معنا خوفنا صح. الباب اللي والله ما عندي خطه يا عيال. ابغى اعرف عدد العساكر. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 والله فوق العشرين فوق العشرين.
العصابات كلها اللي مشاركه عندي بالموجه. تواصلوا مع رؤساءكم ومجموعاتكم وطلبوا منهم يدخلون الموجه بالعدد اللي يقدرون معاه من عصابتهم فقط، لا يتدخلون، يكونون برا بس. الو، خليك تدخل خارجي، حالنا معك احد تفضل وادخل قبل الخطه. بس قبل ثواني ها، يمدينا ناخذ نجرب ناخذ العسكري فوق ونروح لمكان الايرشيب، شوف يمدينا نطلع ولا لا. اذا قدرنا نطلع اكثر من ايرشيب حلو. نطلع ايرشيب عسكريه؟ لا مواطنين، ما اتوقع تقدر تطلع عسكريه. ما يمدينا نطلع ايرشيب من فوق. فوق ما نقدر نطلع، نجرب. ما نقدر، لا عسكريه بس. خلاص في لا هي عسكريه بس. هي عسكريه بس. لا بس في دلوست عصابه فوق مجهزين كل شيء. قصدك ان الهيلي حقتنا واحد هو فقط؟ صحيح. طيب تكلموا في الراديو وموجود. لا ما عليك، من انتم بس تجهزوا. طيب عشان الوقت قليل وما في وقت الان، راح اعطيه طلباتنا للخروج، راح اعطيه خروج امن على الهيلي، وراح اعطيه خروج امن على واحده من السيارات. ايش رايك في الجتر؟ الخروج الامن اللي لكم يا جماعه بيكون مدته قصيره، بعدها راح يتم عليكم الطلق المباشر، فانا متوقع ان هذا الشيء راح يسبب طلق فوري، فلذلك بحدد خطة الآن بنسويها كلنا، لكن أعطوني وقت ثواني. تقدر تعيد اللي قلته هذا كله؟ صبر. ركزوا معي. خروجين. صبر. هيلي. المواتر اللي برا جميعها من الألف إلى الياء لا صادرها. لا صادرنا أي مركبة كين. إخوان. جميع المراكب لا تتصادر. هذا رقم واحد عشان أبدأ أقولك الطلب الآن. الطلب كالآتي. ممتاز. اسلم. حاب أبلغك بس ووضح لك إن في ناس بالخارج زي ما في ناس بالداخل، فلا تحاول بأي شكل من الأشكال تفكر بطلق النار، لأن هذا الشيء مو مصلحة أحد. تبغى الضحايا تطيح، ابدوا طلق النار أنتم. في حال أنكم طلقتوا النار راح نبادلكم بالطلق مباشرة، حنا مجهزين بالكامل. أقوى قوة مرت على وزارة الداخلية من تأسيسها هي القوة الموجودة اليوم. ممتاز. قوة تجاوز عدد 35 قوة في تاريخ المواطنين من الآن موجودة قدامك، ومزودين بالسنايبر. بعد تقريبا خمس دقائق راح تهبط هليكوبتر عند الباب الامامي، او بعد عشر دقائق ما ادري، هليكوبتر واحده مدنيه راح تسمحوا لها بالهبوط. فوق السطح؟ لا مو فوق السطح، بعطيك انا وين تهبط بالضبط، هنا قدام الباب. في حال انها هبطت راح تسمحوا لها بالهبوط بشكل مباشر. ايوه هذا الطلب الاول، خروج امن على الهلي. الباب اليمين تعالوا. الطلب الثاني، الجميع الاشخاص خروج هلي وحده. ما لك دخل. الشيء الثاني، راح نطلع خروج امن ايضا على الا اصبر ثواني. الطلب الثاني اصبر بفكر. انا ما قمت احبه يا عيال. صلوا على محمد. الله. تتني فكره جامده. ايوه نطلع بباص. أيوة. كلنا يما غنات الذيب. يما فقره. يما غنات الذيب. يما فقره. يما الموت يا العرش. بيبان خلتوه يقعد خير الدبول. الله. اصبر يا لطيف. طلب today yes of course. طيب ابو سوسو راس امي عليه. ها ها ها. هالد ابو سوسو. هلا جماعه الكاسه اللي قاعد يشوفها. طيب. رب الكعبه. انت اذا طلعت على باص الحين ممتاز. ايه بعد ما طردوك بتمر بعد 10 دقائق من الخروج. انا ما راح اطلع على باص. انا راح اطلع على الباص الوحيد. بس هو في محل ملابس الشركه، تخيلوا واحد عشان ما يعرفون. وين ايوه مو بالان. صبر مو بالان. زين نطلع. ايه راح اغير طلبي. تفضل يا اخي المجرم. يا مرحبا. راح اغير طلبي. اسلم. ابغى منك باص، والباص عليه خروج امن. طلع مكبر. يا ممتاز. كم رهين عندكم الله يعافيك؟ معانا ثلاثة رهائن. اسلم. الرهائن راح احط معاهم شخص واحد فقط من عصابتي. هذا الشخص ما عليه خروج امن. في حال ان سلمكم الرهائن اقول راح اسلم، راح اخلي الرهائن معاها شخص واحد فقط. في حال خرجنا راح يكون في شخص مع الرهائن بالاسفل بيكون ماسك السلاح عليهم، ما راح يسلمكم اياها لين نبلغه بالراديو ان احنا اقلعنا. اذا اقلعنا راح يعطيكم الرهينه، بعد ما يخلص لكم الصلاحيه تلقون القبض على الشخص هذا. في حال ان ذبحهم لكم الحق انكم تطلقون على المركبات وتعطلونها بشكل كامل. نبي ناخذ انا وانت يعني الهيلي حقنا. لا تسولف الا في الهيلي. تدخل الخارجي. اسمعني. اسمعك. انت وسيلتي في الهروب بعد الله. طيب تحتاج ان اجيك رجال الهيلي. ابغاك تجيني باسرع موتر، لان التدخل الخارجي انا بطلع مع هيلي. انا بطلع مع هيلي وبطب بباراشوت ثم بركب معك. طيب ركزوا معي. عندي خطه. بلبس واحد عسكري. صوت سريع. واحد يلبس عسكري سريع. ابو ذا البس عسكري بسرعه. انا ولا مين؟ ابو مشعل. لبس عسكري سريع. وشو؟ ما اعرفه. ما تعرف؟ مين يعرف لبس عسكري؟
او عندي فكره الكدت اللي شفت الكدت مره نطلع نطلع بكدت مره نفسخ منها البز لا 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 نبغى واحد نبغى واحد نفسه هو بسرعه مين اللي يلبس كدت ابغى واحد يلبس كدت سريع يلا البس البس يلا وين اطلع بيها اطلع باقي في الباص طيب هيصه بس طلعتوا عيال نقلع هنا لا لحظه 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 تطلعون انتوا احنا انتوا بعدنا انتوا بعدنا ترى سلاحك بيدك لا 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 لا, لا 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 انا ما عندي سلاح انا ما عندي سلاح صبر بتاكد ها ما عندي سلاح انا اطلع يلا الباص خمسه اربعه ثلاثه اقلع 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 عادي اقلع 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 يا الهلي اقلعنا اقلعنا اطلع فوق اطلع فوق وسط لوس فوق وسط لوس يلا يلا يقول خمس دقائق والحين طلعنا حتى لا تخليه يجي فوقك لا تخليه يجي فوقك ويقصفك اطلع 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 ترى بيحاول يجي فوقك ويقصفك ما عليك ما عليك بنقول لكم ترى بنقول لكم انت تبلغوني انت تبلغوني وين ما عليك ما عليك ما عليك تعرفت وين بنطب احنا برشوت كلهم تحتك كلهم تحتك اي اي فوق المستشفى تحت ايه بيحاول يطلع فوقك يحاشر اطلع 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 فوق بيحاول اطلع 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 فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق لا تعطي مجال لا تعطي مجال بكتفك ترى اطلع اطلع قول ارتفع فوق ارتفع فوق اطلع 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 تو تو ما راحت الا نص دقيقه روق روق اقول لكم اقول لكم احنا طلعنا 46 راح فير شباب 46 احسن وخمسه ركز معي ايش بتسوي انت قبل لا نطب راح تاخذ عزم سيده لين ما توازي البيت لين ما توازي المبنى الكبير حق الاف بي اي الكبير تجيك تسرع ثم بنطب احنا مع بعض ولا يدرون بالظلام احنا وين بالضبط اوكي اوكي مالك ايوه دش لا حد يتكلم في الراديو هو نازل ها والله اصلا بحر يا هذه نازلنا كثير تكفون ركزوا اللي تحت ما لكم سولف حتى علينا يا عيال اطلع فوق يلا الحين بتكسروا بجهزوا برشوتاتكم واحد ركز الباص يا اكسر اكسر جهزوا يا عيال نلبس الحين نلبس اطلع 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 فوق 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 خلينا ننزل 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 اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق خليك فوق مره انت على شيء على شيء خليك على شيء اطلع 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 في هيلي مسبقه في هيلي مسبق تحت اطلع اطلع فوق اطلع فوق اطلع طيب جاهزين يا عيال ايه بنطب على حده ها اول واحد انا ثانيتين ثانيتين طب سيد سيد على الجنوب ثم ندور سيد 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 دز 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 على الجنوب دز ابعد عنا عشان تبعد عنا دز لحظه يا لحظه في ورانا في ورانا عسكريه بالعيال دز اصبر اصبر خليك لا تنزل هنا ادخل عند الباب روح عند الباب اكسر يمين ابيك تدز مره عشان تضيعهم دز مره دز مره الحين سيده وبنطب عيال بعد شوي فيه اللي ترى تحت مسبقه ها عادي 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 يلا بنطب انا اول واحد بنطب انا اول واحد طيب اللي تحت الكبري وينكم طبيت انا ها طبيت طبيت يلا طبيت يا طبيت ترى طبيت ها جيتك الان وراك وراك الاخير واحد وراك الاخير واحد وراك واحد عشان الهيلي انا على الهيلي جايك راح عند نفق اللي عند نفق وينك 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 انا عند النفق وينك انا عند النفق احنا عند نفق انا عند نفق تحت الارض يا عيال سريع تحت الارض انا بالمجاري سريع راعي الرام راعي الرام سريع راعي الرام وقف ادخل انفاق على طول ادخل انفاق انتوا قفلوا ورانا قفل 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 النفق قفل النفق عليهم قفل النفق عليهم دز 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 بركب مرايا الدواب بركب مرايا الدواب وقف 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 دز 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 اه وين رحت؟ انا زبنت الان قاعد ازبن دز ممتاز انا ترى طلعت يا هلا بسياره على الجريت اوشن بسرعه بسياره على الجريت اوشن دز 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 على النفق اللي عند الجريت اوشن ابيك توديني عند اي مفترق طرق اي مفترق طرق وين الدباب وين الدباب بسرعه لحظه صوت عيال النفق لو ترجع يا ابو سوسو ترى ما في احد ارجع ترى وراي ممتاز طيب برجع 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 انا برجع دز بطلع من مفترق طرق بجيك بجيك اسمعني صار انا اي روح روح سيد 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 اي نفق
انا عندنا نفق حق الانفاق الانفاق نفس ما قال سيد ما حد وراك الا جوني 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 يلا 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 هذا انت على الباب صح دي ورد لا لا انا كعابي فينا حمراء ولا توهم يلا راح سيد 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 الان وراي سيد 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 ما يسمع على حق الشرطه زين اي طلع عادي طلع حق الشرطه عادي خلنا نسمع اذا فيه لي او لا ها سيد يا رب طيب يا جوت الخير انا هلي هلي ارجع 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 بسرعه يا عيال فيه لي فيه لي طرحتنا يلعن ام الضغط يا شيخ سيد سيد سريع سيد ارجع 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 مع النفق ارجع ارجع مع النفق اسمع ابو سيحان ركز معي اطلع عليه اسمع اسمع انا بزبن بسلم داخل الانفاق بزبن بسلم داخل الانفاق لا 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 اطلع فهامس 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 سيد 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 انا بغير لبسي وبجي روح فهامس كل الشباك ترى اللي عندي ما في اي وحده ارضيه اطلع فهامس سريع هلي واجد علي مالي سيد يا عيال اللي عند القطن ايش صار عليكم كذاب اسقطوا اوكي 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 راح يجون وحدات سري 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 عدد كبير وانطلق وقف 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 ما يطلع ما يطلع ما يطلع متأكد ما يطلع يطلع ما يطلع انا زبنت 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 ها زبنت روح روح دز 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 كلكم متوا كيف العيال ماتوا؟ غيرت لبسي غيرت اموري بطلع مستحيل العيال ماتوا طلق مباشر ليش؟ طلق مباشر ليش علي؟ طيب انا زابن بالانفاق ولا راح اتحرك لو يطلعوني من الجحر هذه كارثه وطن لكم الله عليك طلق مباشر علي انا طلعت الحين وصلت الاوشن يا عيال من جهه جايك تعالي الاوشن تعالي الاوشن بسرعه تعالي الاوشن الاوشن كريت اوشن سريع مره يعني انا على هاي وين الاوشن الان بسوق سياره بسوق سياره بزبن فيها ما راح اتحرك مره ما راح اتحرك لا لا تسرق لا تسرق ما راح اطلق ما راح اطلق اصبر اصبر من هذا الشطف من قدامي من هذا الشطف من قدامي انا 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 خليك 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 مكانك بالضبط خليك مكانك بالضبط سوي نفسك مجنون تبون نرجع لحقين القطن ولا لا ها شبه مستحيل والله مستحيل ما نقدر والله انا اعلمكم من الحين اللي راحوا لحق القطن اظن يحسبونك ابو سوسو معهم يا عيال القوه كلها راحت لهم يا عيال احنا اربعه اللي مسقطين منا 12 ما في احد بيعدم امورهم طيبه انا الان بلبس لبس المحامي حق الدكتور حقي وبروح للمستشفى وبهرب ابو لذع لان احتمال هو يعدم الحين احنا مو زبنا المفروض الشغل اغاني فرح يا عيال صح بس الان ما ضمنت خلني افتح عند العساكر كلهم يا ساتر يا ام تي 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 هلا وينك العامة طيب ركز معي نتفت الجي تي ار حق طيب ركز معي خذ الجي تي ار حقك وخذ الموتر وتعالي من الانفاق اللي موجوده عند قس عند مركز الشرطه عرفت مركز الشرطه شفت المجاري أيوة. ما في مجاري صح مجاري أيوة. بيارات نهايه المجاري ولا المجاري نهايه المجاري والقسم مرات حقت الباص ايوه اللي تحتها بيت التاكسي اوه اوه تخيلوا اثيوبيا ينادمي الان ام الغبنه صدق والله غبنه ورب العزه ما خليهم مني لجي قطع الشخصيه 7 شهور ما ادري كم الله لا يوفقك يا حمار يا حمار من انت انا يا ضحك قص علي انا الله يلعن الشيطان انا راكب الموضوع طيب الدباب اطلع مع المخرج اول شيء اللي ورا مخرج المجاري اطلع الدباب مع سريع اللي ورا خلي الدباب يطلع قبلك خلي الدباب يطلع قبلك اصبر خليه يطلع قبلك ويعطينا الضوء الاخضر ابو سوسو ابو سوسو كلير ولا مو كلير روح 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 سيد ابو سوسو هلا اطلع فوق اطلع فوق رد علي بسرعه شيء يلا ها اسمع اسمع فيه قوات قبل شوي شفتها انا متوجهه بوليتو اذا ما ادري انت تشوف كل انفاق الظاهر فيها حد في الموجه ما ادري ما عليك انت بالعز تتكلم ما عليك راح اخذ سنايبر وبروح احررهم طيب انا عندي سنايبر ابى استخدمه ولا ليش ما طقطق عليهم يا عيال ليه ما طقطق على الشرطه ايه بطقطق على ام الشرطه تعال 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 تدري ايش تسوي يعطني مفتاح
واخلط امه اركب كيف اسوي 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 كيف كيف اسرع اسرع وري بطنك كيف كيف ورني 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 شلون طويل العمر لو سمحت طويل العمر تفضل كيف حالك بخير يا اخي مشغلين ابو يدي بغيت اسالك تعرف وين اعبي بنزين 95 95 ابي 95 95 لا 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 مرحبا مرحبا طويل العمر انصرف 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 سم سم يا طويل العمر سم انصرف لا عاد ترجع المكان طويل العمر بسؤال والله ما احاول اعرفه من اليوم لا جايت قبل شوي عند واحد اسمه بخور ابغى اعبي بنزين اسأله عن بنزين 95 ما قال لي وينه وينه دورت المدينه كلها ادور 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 دورت 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 ما حصلته ابيه بمكان ما لقيته يا طويل العمر الله يرحم لي والديك تك بقول لك بقول لك الا اعرف مكانه وينه وينه حاليا شادح ل 95 شخص بالله عليك طيب دورت ما لقيته ايش اسوي طيب ايش الحل ابد تعب راح تتعب انت تسوي بالله عليك حتى يدي تعبك يا طويل العمر يدي تعبك مره عشان كذا خلاص سلام عليك السلام عليكم يا طويل العمر بمعنى الله بدور انا بقعد ادور جالس يخرط جالس يخرط 95 بقعد ادور بقعد ادور دعواتك 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 اسود وسط المعركه لا لا بدور بدور انا بروح الجهه الثانيه والله العظيم لو ترجع للموقف واليوم في ظل السعود حكام يا عيال بغير لبسي بروح اقسم مره ثانيه بخليه ينجن انصرف من هنا يا واد بقدم شكوى لو سمحتي انصرف ليش بقدم شكوى الله يعطيك العافيه انصرف انصرف ما في رتبه عليا يا طويل العمر مسؤوليه حاليا ابشر ابشر طيب اقدر ارسل لكم على رقم الجوال اني اقدم شكوتي يا عزيز المواطن سامي طويل العمر سامي تفضل ايش عندك هنا بقدم شكوى بس قالوا لي ان ما نستقبل الحين عسى ما خلاف لا 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 نستقبل عن طريق 911 وانت في بيتك حاليا استنفار امني وتم ابلاغكم شيء هذا عسى ما شر عسى ما شر نعم صحيح بس عسى ما شر صاير ما عليه الخبر جاك ولا انا احتاج تركب سيكل وتتوجه يعني ما نطلع من بيوتنا اي نعم ما تطلع من بيوتكم ولا ادور في الشوارع قاعد ادور ما ادور ابدا ما ادور طول العمر ما ادور لا ادور مره لا ادور ابشر يا طول العمر مع السلامه مره لا ادور السلام عليكم يا استاذي مرحبا يا طويل العمر طالبين من برجر شوت باسم شبيب ابي شفله تفضل حاليا نود وجهي 23 حاليا استاذي هل طالبين برجر شوت من هل ما طلبتوا برجر شوت يا طويل العمر ابشر ابشر يلا طلب دعم طلب دعم خلاص نمشي انا احسبهم طالبين من برجر شوت سم ابوي سم اسمعهم اسلح ثقيله ما طويل العمر السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله اختي جانا اتصال قبل تقريبا 10 دقائق بطلبيه أيوه؟ على قسم مشرو بس انه رفضوا يستقبلونها هل اسلمها لكم ولا لا لا غلطانين قسم ساندي اللي طالبي مو بحنا بس طويل العمر انا قعدت طول اليوم لا لا لا. ادور ادور لا ما حصلت وين اختي اختي دورت القسم ما حصلت والله يا اختي بس ما في ما في شيء والله ما في والله قسم ساندي اللي طالبين يعني اروح قسم ساندي اللي طالبين خلاص مو بحنا خلاص والله يا فخور بيموت 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 من اللي مسكني اول واحد اسمع اسمع بجيهم على نعم النظافه المره هذه تدفع رب الكعبة وحدات جاب الأرض لعب قيلة ما في مزيد أبو سوسي خلاص ترتم أجل أجل بالله بضغط بزيادة أكثر خلاص رب الكعبة أكثر من كذا خلاص مسيطرة يمشك مسطرة يا طويل العمر بسلم نفسي الله يخليك وبعترف أبى أسلم نفسي وبعترف يا طويل العمر طويل العمر أبى أسلم نفسي خلاص وبعترف يا طويل العمر مجيك الحين يا عبد الله الله يعطيكم العافية شو تعمل والله الحين بقول لك بجلطهم بجلطهم بجيب لهم الجلطة هذا المحقق بسلم نفسي هذا المحقق اسمعني يا طويل العمر أي اسمعك اسمعك سام بسلم نفسي وبقول لكم تهمتي وخلاص فشت من الحياة وحسيتي تعبت وأنا وأمن بلي ضميري بلي سويت جيك المحقق الآن بتعمل هيك إيه تكفى جيب لي المحقق جهاد الله يخليك احتاج جهاد اخ
خلي كذا ها سويت فك يدي شوي بس معليش بسم الله الرحمن الرحيم وش هذا بشوف 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 لو سمحت بسم الله الرحمن الرحيم الله يستر 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 ما معي فتشني فتشني ما معي شيء فتشني معك شيء اي فتش من جميع المواطنين المتواجدين في الحديقة نظرا لوجود تعميم هام من قبل الشرطة يرجى يرجى ايش يا طويل العمر الحديقة العامة يبوني والله والله انهم يبوني والله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حضرت المحقق ارحب يا حبيبي الله يعطيك العافية انا سلمت نفسي قبل شوي للعساكر قالوا لك قالوا لي انك سلمت نفسك صحيح بس وش اللي عليك الحين بقول لك تهمتي لكن تكفى تكفى يا طويل العمر انك تعطيني حقي اي والله انا تعبت من الحياة انا سويت جريمة اليوم كبيرة مرة لو على رقبتي بس يقولون بالحديقة العامة في شيء مهم ما ادري وش هو القضية اللي عليه قضيت انا سلم نفسه بس ما حد يدري صدقني بس انا بقول لك انا بعترف لك انا جاي عشان اعترف ايوه اسلم بس الحين هم رايحين للحديقة العامة ولا مو رايحين والله ما ادري انا يعني اشوف القيادات والمرؤوسين قالوا انه يعني يتوجهوا الحديقة العامة للمواطنين لكن في قروشة شوي برا طيب 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 دامهم بيتوجهون نقدر يا طويل العمر ان احنا ناجل الموضوع هذا وبقول لك السالفة انا باختصار انا وصلت برجر شوت الى واحد اسمه شبيب لكن شبيب توقعت انه بيكون يعني انا ما كنت ادري ان الموضوع انه استمر اللوك داون اللوك داون كان مستمر لكن الصدق ان الاعتراف حقي اني زرفت من شبيب القيمة الوجبة بوجبتين وجاي الآن أسلمك المبلغ اللي أنا خذيته منه وهذا المبلغ أبسلمه لك وانت عطى شبيب الله يطول بعمرك تفضل يا بيعدمونهم صدق يم لو بيعدمونهم لو بيعدمونهم يحق لي أعدمهم كلهم هو راح فوق يطول مرة هلا وينك وش ويني وش طول انت راعي البيتزا لا أنا راعي برجر شوت الله يعطيك العافية الله والله أنا شكل أعدام صدق زرع الألغام وارتكاب عدد جرائم الخطف الله يكسر يدك والتعذيب ايوه ايوه يهدفون من خلال ذلك لزعزعة الامن لا حول ولا قوة الا بالله واحداث الشغب والفوضى بفضل الله كلبش مكنت وقت العناصر الاجرامية التي ترتخت ايديهم بدماء الابرياء وفكرهم وافعالهم بخيانة لهذا الوطن كفروا بنعمة الله استبدلوها بالضلال والاجرام الله يهديهم اليهم قطع الصوت انت واسفر التهم واسفر التحقيق معهم وتوجيه التام إليهم بارتكاب تلك الجرائم. إيه وقف ورا النصر. بحالة من المحكمة المختصة. سامع كريم مسامع. تمكينهم من الضمانات الحقوق كافة. اتقوا الله في المواطنين الأبرياء وعطوهم حقهم بالمحاكمة. قل زلعك. صح. يجب تدانتم بما نسب إليهم على النحو الآتي. أولا توجيه تهمة الإرهاب القتل الخطف اقتحام المقار الحكومية. لا إله. إلى جميع الأشخاص. لا إله. بالحكم عليهم. إحنا في العامة. بما يلي اولا توقف موترك ورا السجن المؤبد المدعو ولذعه ثانيا اعدام جميع الاشخاص المتواجدين في المركبات ونفيهم السلام عليكم شو المحاكمه دي اللي وقصهم جميعا امام عيونكم الان يا اخوان الله اكبر اللي يخاف من الدم صوت صوت يا رجال مالك شغل اين حق المواطن في هذه المدينه مالك شغل اين حق المواطنين حق المواطنين حق المواطنين حقوقهم هذا ما يدعو المواطن تسقط الحكومه وتسقط الظلم بيتم حذف ما نرضى بالظلم بيتم حذف قنابل ما نبي اعدام يا طويل العمر ارفع الصوت ارفع الصوت يا طويل العمر احنا بدولة مسلمة يا طويل العمر احنا بدولة مسلمين لا يجوز والله ما تفعلون به واحد واحد لا يجوز اعدام يا طويل العمر انا دخلني اول واحد يا ابو شارع يا جماعة صلوا على النبي يا مواطنين لو ما تعاملنا معهم عادي بكره يدهمون بيوتكم بس يا جماعة ما في دم الموضوع في دم محاكمة لم يقتلوا أحد لم يقتلوا أحد ما في دم يطول عمره ليه ما تعدمون اللي يسرقون المركزي والبنك والبويتو ليش حبس عسكري لأنهم ما ذبحوك ليه مركزينهم طبق الأمر نفذ الحكم الجميع التزم الصمت طيب يمكن لهم أسبابهم من جد يمكن لهم أسبابهم أو شيء صحيح لا حول ولا قوة إلا بالله من المسؤولين بس شهد يا اللمبي وتذكر ان معاك اهل ما راح ينسونك ابدا ما حييت
زميلك لا تخاف زميلك مارمي ما راح ينسونك وبإذن الله أن ربي بياخذ حقك وبيسلط عليهم النار الله يرحم فيصل عدم بإذن الله أن نأخذ حقهم بإذن الله أن يعدم عبد العزيز هذا نتيجة كل شخص سوى له نفسه طيب يا حضرة عسكري عندي مشكلة الآن يسرق مركزي يذبح عسكري لما ليه ما تعدمونه ولا الذبح بالقسم هو يعني تمشون وتعدمونه بخلق الله كذا بس والله هذه فوضى والله هذه فوضى نبغى وزير على المدينة هذه نبغى وزير على المدينة هذه ايش الفوضى ذي إذا الوزير الآن نحتاج نغير الحكم الله يذكر أبو سويحان بالخير كان وزير الله يذكره الله يذكره الله يوفقه الله يذكره بالخير كان نظف في الأشكال الوسخة أنت اسمي الله لا أنا خلوه أتوسل إليكم خلوه يا عسكري أصبر أصبر يا عسكري أصبر 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 أبدفع دية على هذا يا عسكري بتكلم أصبر أصبر بتكلم دقيقة قبل بس دقيقة بس بتكلم يا عبد العزيز تكفى بتكلم في حالة واحدة بس تكفى بتكلم يا عبد العزيز تكفى بتكلم مسافة طيب خليني أتكلم اللي قدامي بس افتح وجهك لأني مشبع عليك أنا فك وجهك على سلامتكم ارجعوا على وخر أخري بسر وخر ولد أختي الصغير أنت فيصل بن عباس فيصل لي فيصل ليل بين الله وجهك ورب الكعبة ورب الكعبة انكم زليتوا والله انكم زليتوا وبالله انكم زليتوا كلكم والله لازم اجيب السنايبر وين السنايبر يا ابو مشعل وين السنايبر وين السنايبر وين والله العظيم وين السنايبر